كرة القدم اليوم هي مال، لكن كيف نوظف ذاك المال؟ هو يعني مربط الفرس في الأندية الجزائرية. حتى يعني وصلنا إلى هذه الحقيقة، حتى الفرق التي تمتلك من المال الكثير لم تستطع مجابهة الفرق الإفريقية التي تمتلك من الإمكانيات أكثر مما نمتلكه نحن. لكن هل هذا هو العيب الوحيد؟ أنا لا أظن ذلك. أنا لا أظن بأن الفارق اليوم بين شباب الوزداد وصن داونز هو في هذه الكتلة المادية التي ضخت في هذا الفريق مقارنة بشباب الوزداد. اليوم حقيقة الميدان أفضت إلى أن الكرة الجزائرية هذه هي حقيقتها، هذا هو مستواها، ولا يجب أن نتطلع لأكثر من ذلك. أنا قلت لك في مسابقة الشان يا عماد، قلت لك في نهاية الدورة سوف يخرج مجيد بوغلا بتصريح ويقول لكم يعني بصريح العبارة بالدارجة هذا ما حلبت. اليوم بوغلا لم يقولها، لكن فريق بوغلا هو شباب الوزداد الذي وصل به إلى النهائي، هذا ما حلبت يا عماد. شباب الوزداد بهذا اللاعب الجزائري، بهذا التكوين، بهذا الكم الساعي من التدريبات، وبهذه المنظومة الفاسدة، لا تستطيع مجابهة لا صن داونز ولا الأهلي ولا الترجي وما إلى ذلك. تخيل اليوم في هذا الدور يا عماد، في الدور الثمن، الفريقان الوحيدان اللذان انهزما على أرضية ميدانهما هما الجزائريان، شبيبة القبائل وشباب الوزداد. عدا هذين واحد عدا هذين الفريقين الجزائريين لم ينهزم ولا فريق إفريقي في دور الثمن النهائي على أرضه. هذا 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 دليل قاطع على أن هناك خلل في هذه البطولة، في هذه النوادي الجزائرية. لذلك أنا أقول بأن البعض يتحدث ربما على نبيل الكوكي، للذين يتحدثون ويريدون الهروب، لأن هذه هروب من الحقيقة. اليوم عندما نبحث على 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 من يعني نلبسه شماعة هذا الإخفاق، يعني الأمور سهلة، يقول لك نبيل الكوكي. ليعلم هؤلاء الذين يفتحون النار اليوم على نبيل الكوكي، نبيل الكوكي هو المدرب الوحيد الذي أشرف على شباب الوزداد وحقق معه أحسن النتائج منذ الاستقلال. هذه الحقيقة. هذه الأرقام. نبيل الكوكي، نبيل الكوكي دفع بشباب الوزداد لتحقيق ما لم يحققه لا المرحوم عبد الوهاب وهو يشرف على ذلك النادي القوي والذي كان يتمتع بأرمادة من اللاعبين من علي موسى والقائمة طويلة وشدبة وما إلى ذلك، ولا فريق الألماس لم يحقق ما حققه نبيل الكوكي شباب الوزداد منذ تأسيسه.